أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في حلقة جديدة من إكس راي. مرض السكر بيقال عليه القاتل الصم، بيأثر على كل أعضاء الجسم لدرجة إن المريض أحيانا ما بيحسش بالتغير ده. النهاردة هتكلم عن تأثير مرض السكر على العين. وسعدنا يكون معانا دكتور مؤمن حمدي، أستاذ مساعد طب وجراحة العيون بكلية الطب جامعة عين شمس. دكتور مؤمن أهلا بيك معانا. أهلا بحضرتك دكتورة زينب. دكتور مؤمن، في ناس ما تعرفش ان مرض السكر بيؤثر على العين، يعرفوا تأثير مرض السكر على الأعصاب، يعرفوا قدم السكري، لكن ما يعرفوش ان مرض السكر بيعمل مشاكل او يسبب مشاكل في العين. بداية طبعا مرض السكر من الأمراض المشهورة جدا عالميا، ودايما بنقول السكر والضغط اشهر مرضين بيصاب بيهم الناس. بالنسبة لمرض السكر وعلاقته بالعين، العلاقة وثيقة جدا، بس لازم الأول نعرف انواع مرض السكر من الاول خالص. في النوع الاول اللي هو انسولين ديبندنت، او بيعتمد على العلاج بالانسولين، وده بيكون وراثي وبيبدا من سن صغيره، من سن الطفوله او سن مبكره جدا. في النوع الثاني اللي هو الاشيع واللي هو المشهور بينا، اللي هو بيظهر في اواخر الثلاثينات او الاربعينات، او في يعني بعد فتره الشباب، نتيجه سوء التغذيه والسكريات الكتير، وبيبقى فيه استهلاك للبنكرياس ونقص في الانسولين، فبيظهر مرض السكر. بالنسبه لمرض السكر وعلاقته بالعين، لازم نعرف ازاي السكر برضو بيعمل مشاكل في العين. بطريقتين. الطريقه الاولانيه ان على امتداد مرض السكر وعلى امتداد ارتفاع نسبه السكر في الدم، بيبتدي يحصل تغيرات في الاوعيه الدمويه او الشعيرات الدمويه الصغيره في الجسم كله. واكتر عضو في شعيرات دموية صغيرة هو العين، إضافة إلى الأعصاب الطرفية وإضافة إلى الكلى. عشان كده الثلاث حاجات دول مع بعض دايما بيصابوا لما يكون السكر مهمل لفترات طويلة. برضو بالنسبة للتغيرات اللي بتحصل في العين نتيجة السكر، ليها علاقة برضو باختلاف نسبة السكر في الدم، وبرضو أن الأنسجة بتبقى متشعبة أو متشبعة بالسكر ومشتقاته، فبيحصل برضو تغيرات في أنسجة العين، من ضمنها مثلا عدسة العين، وده بيؤدي إلى تغيرات الأول في مقاس النظارة اللي بنلبسها، تغيرات مؤقتة لما بيحصل اختلافات عنيفة في مقاس السكر، وعلى المدى الطويل بيبتدي يحصل التغيرات المرضية اللي هنتكلم عليها. دكتور مؤمن، نفهم من كلام حضرتك ان التغير او تاثير مرض السكر على العين بيبقى من خلال الشعيرات الدمويه الصغيره اللي موجوده في العين، وزي ما حضرتك قلت انه بيؤثر على العدسه وعلى اجزاء العين. عايزين نعرف ايه هي التغيرات دي يا دكتور، يعني في حال مثلا حدوث تغيرات مع مرض السكر، ايه التغيرات، وهل بتحدث في العينين لنفس الشخص بنفس الدرجه ولا بتختلف من العينين في نفس الشخص؟ طبعا اشهر مشاكل بتحصل في العين نتيجه مرض السكر هي المشاكل اللي بتحصل في الشبكيه، لكن برضو مش عايزين ننسى ان في مشاكل تانية تحصل في كل اجزاء العين، ودي هنتكلم عليها بعد ما نخلص موضوع الشبكيه. بالنسبه لسؤال حضرتك، هل بتحصل في العينتين؟ طبعا هو السكر عالي في الجسم كله، فبيأثر على العين اليمين والعين الشمال. مش لازم يكون التأثير بنفس الدرجه 100%، لكن عاده امراض العين بتكون بتحصل، معظم امراض العين بتكون بتحصل في العينتين مع بعض، واحده بتسبق شويه الثانيه، لكن في الاخر لازم طبعا اي فحص لازم نشوف العينتين مع بعض. دكتور بوبن، في حال حدوث التغيرات دي اللي حضرتك ذكرتها في الشبكيه وفي العدسه، المريض بيشتكي من ايه؟ يعني ايه الاعراض اللي بتظهر على المريض في حال حدوث هذه التغيرات؟ نبدا الاول نتكلم عن المشاكل اللي تحصل في الشبكيه، ودي يعني اخطرهم. في الاول المريض ممكن ما يشتكيش خالص، والموضوع بيبقى ليه علاقه بطول فتره المرض مع عدم مراعاه تنظيم السكر. يعني لو شخص عنده مرض سكر لمده 5 سنين او 10 سنين وملخبط خالص في مقاس السكر، على المدى الطويل هتبتدي تحصل التغيرات في الشبكيه. التغيرات ممكن تبدا الاول ما تبقاش بيشتكي منها خالص، بتبقى حاجات في اطراف الشبكيه او مش في مركز الابصار بالظبط، وبتبقى عباره عن ضعف شويه في الشعيرات الدمويه، انزفه بسيطه جدا، ترشحات بسيطه في الشبكيه. المريض مش بيشتكي، مع مرور الوقت والاهمال بتبتدي مركز الابصار في الشبكيه يبتدي يحصل فيه الترشحات دي، ويبتدي يحصل زغلله، يبتدي يحصل هبوط في مستوى الابصار. ساعتها المريض بقى بيبتدي يتابع، وبنكتشف ان في تاثر للشبكيه. فعشان كده بننصح من الاول خالص ان من اول ما يكتشف مرض السكر لازم يكون مستوى السكر منضبط على طول. ان شاء الله لو مريض سكر اكتشف بدري
وعالج بدري ومستوى السكر بقى منضبط لفترات طويلة، ممكن يحصل إن شاء الله ولو 20 سنة حتى من غير تغيرات خطيرة في العين. لكن لو 5 سنين وملخبط نفسه ممكن يحصل تغيرات عنيفة جدا في الشبكية. بتبدأ التغيرات دي بعد ما بيبتدي المركز الإبصار إن هو يتأثر ويبتدي يبقى فيه زغللة. لو أهمل أكتر من كده بيبتدي يحصل نوع من ضعف في التغذية الدموية للشبكية، وده بيبتدي يعمل يتسبب في نمو حاجة اسمها أوعية دموية مستحدثة أو عشوائية داخل الشبكية وحتى كمان في الجزء الأمامي من العين. وده بينتج عن ذلك إن بعد شوية دي أوعية دموية مش طبيعية وعبارة عن شعيرات دموية ما هياش طبيعية، فبيبتدي يحصل أنزفة في الجسم الزجاجي ويبتدي يحصل نخش في مشاكل عنيفة جدا. إضافة برضو إلى أن لو حصل نمو الأوعية الدموية دي في الجزء الأمامي من العين برضو ممكن ده ينتج عن ارتفاع حاد في ضغط العين، وده بيبقى نوع من أنواع المية الزرقاء اللي بيبقى فيها برضو صعوبة شديدة في العلاج. دكتور مؤمن، دي التغيرات اللي بتحدث في الشبكية، وحضرتك ذكرت في طيات الكلام ان في ايضا تغيرات بتحدث في عدسة العين. التغيرات اللي بتحدث في عدسة العين دي عبارة عن ايه؟ ولو حصلت يعني المريض بيشتكي من ايه؟ بتبدأ التغيرات في عدسة العين خصوصا لو حصل عدم اتزان في مقاس السكر او ارتفاع شديد جدا في مقاس السكر، بتبتدي يحصل تغيرات في مقاس النضارة والمريض يشتكي ان في زغللة فجأة حصلت. عشان كده دايما بننصحه انه يعمل تحليل السكر الهيموجلوبين السكري اللي هو السكر التراكمي، عشان ده بيبقى مؤشر ان الأنسجة بتاعت العين متشبعة بالسكر، وبالتالي لازم يظبط السكر ثم بعد كده نعمل له مقاس نظارة مظبوط. لكن في المراحل الأسوأ بيبتدي يحصل عتمات في العدسة اللي هي بنسميها المية البيضاء. وطبعا ظهور المية البيضاء بيستدعي ان احنا نعمل لها الإزالة بالموجات فوق الصوتية اللي هي اللي اتكلمنا فيها حلقة قبل كده. لكن هنا بنقع في مشكلة ان ما ينفعش نعمل عملية المية البيضاء غير لما تكون الشبكية سليمة 100%. يبقى هو من الأول خالص لازم يكون المريض بيتابع الشبكية، لان حتى لو اكتشفنا مية بيضاء وجود تغيرات في الشبكية برضو بيعوق عمل العملية، وبيؤدي برضو إلى أن النتائج ممكن يبقى فيها مضاعفات أو يعني ما هياش نتائج المرجوة. في برضو بعض التغيرات التانية غير عدسة العين بتحصل، يعني زي مثلا الالتهابات المتكررة في الجفون، ظهور زي الدمامل بتحصل في حافة الجفون، برضو تغيرات في الالتئام بتاعت الخدوش بتاعت القرنية أو في الجروح القرنية، وده لازم نراعيه في الجراحة. برضو التهابات الأعصاب اللي ممكن تؤدي إلى خلل في حركة العين وتدي ازدواج في الإبصار، مشاكل برضو في العصب البصري ممكن تحصل. فمفيش جزء من العين إلا وممكن يتأثر بمرض السكر. دكتور مؤمن، تغيرات كتير وأعراض كتير بتظهر، حضرتك ذكرت في طيات الكلام ان طبعا دي كلها نتيجه بتبقى تراكميه، نتيجه الاهمال في عدم المريض ما بيتابعش مع الطبيب وما بينتظمش في علاج مرض السكر، فبتحدث تغيرات كتير. في حاله حدوثها، في حاله حدوث كل التغيرات اللي حضرتك قلتها دي والمريض اهمل كمان، يعني ازاي بتعالجوها وازاي بتعاملوا مع مشاكل مرض السكر في العين؟ طبعا العلاج المظبوط لازم يكون بالتشخيص المظبوط. التشخيص طبعا بيكون بالفحص المبدئي، بنشوف قاع العين الاول في العياده، ثم بعد كده بنطلب بعض الفحوصات. الفحوصات دي بتبقى عباره عن تصوير للشبكيه باشعه الفلوريسين اللي هو الفلوريسين انجيوجرافي، وبرده تصوير طبقات مركز الابصار بحاجه اسمها الاو سي تي. دي بتبين لنا مدى تاثر الشبكيه، مدى وجود رشح، قد ايه حصل انتفاخ او سمك في مركز الإبصار أو الشبكية. بناء على الفحوصات دي بنبتدي العلاج. العلاج بيندرج تحت ثلاث حاجات ممكن نستخدمهم. أو الأول خالص لو كان الأمور بسيطة إن شاء الله يكون بالتظبيط السكر والمتابعة. لكن لو بدأ يبقى فيه ترشحات وبدأ يبقى فيه أنزفة في الشبكية بنلجأ إلى العلاج بالليزر، بجلسات الليزر. بنعمل يعني زي كي للحتة الضعيفة في الشبكية بأشعة الليزر، وده بيتم في العيادة، ما هوش حاجة معقدة. برضو في حالة ان في سمك في القرنية نتيجة ترشح، سمك في الشبكية نتيجة ترشح من مرض السكر، او في حالة بداية ظهور الاوعية الدموية العشوائية دي، في مواد بتحقن داخل قاع العين والهدف منها انها تعمل يعني تخلي هذه الاوعية الدموية تختفي او ان يحصل امتصاص
للرشح اللي موجود في الشبكية. لكن في المراحل المتأخرة جدا للأسف في الشبكية لو حصل أنزفة شديدة أو كده هو بنبتدي نلجأ لجراحة نزع الجسم الزجاجي واستبداله بزيت سيليكون، ودي طبعا بيبقى مشوار طويل وبيكون للأسف إن شاء الله طبعا هنحافظ على المتبقي أو نحسن شوية، لكن بيكون الأنسية نفسها بدأ يبقى فيها تلف من السكر. دكتور مؤمن، نتمنى طبعا انه ما يوصلش المريض لتلف الانسجه، لكن عايز اختم بسؤال حضرتك ذكرت في طيات الكلام كده ان من مشاكل مرض السكر انه بيعمل ارتفاع في ضغط العين اللي هي الميه زي ما حضرتك ذكرت، في حال حدوث هذه المشكله ازاي بتعالجوها؟ في حال حدوث هذه المشكله لازم طبعا نعالج السبب، وده مهم جدا، ويكون علاج سريع بجلسات ليزر زي ما قلنا او بحقن المواد اللي في قاع اللي في الجسم الزجاجي اللي بتمتص الاوعيه الدمويه دي، ودي بالتالي بتخلي يحصل هبوط لل او اضمحلال للاوعيه الدمويه اللي ظهرت في الجزء الامامي من العين. لكن برضو لازم يكون معاه علاج دوائي، ولو الامور دخلت في ارتفاع حاد جدا في ضغط العين دي تبقى مشكله كبيره جدا، لان حتى الجراحات بيبقى فيها صعوبة شديدة، فممكن نلجأ لبعض جراحات ضغط العين لكن بيبقى يعني فرصة نجاحها مش كبيرة، وللأسف لو العصب منتهي تماما أو خلاص يعني في ارتفاع ضغط العين وكل المشكلة دلوقتي إن بقى فيه ألم والتهاب، هنلجأ لحاجة اسمها كي بالليزر للجسم الهدبي لخفض ضغط العين وليس لتحسين الإبصار. يعني الابصار هيبقى في لو المراحل المتاخره دي هيبقى تاثر الابصار بشده جدا، والحفاظ على المتبقي هو الامل الوحيد. نتمنى طبعا الامور ما توصلش لكل هذه المشاكل يا دكتور مؤمن، خصوصا الابصار ده اهم شيء في يعني لكل انسان، الرؤيه دي والعين ده شيء مهم جدا وعضو مهم جدا بالنسبه للانسان، وحضرتك يعني كررت كتير جدا مرارا وتكرارا اهميه ان المريض يحافظ على نسبه السكر ويكون متابع مع الطبيب من بتاعه الأول خالص. من الاول، واي تغير بيتابع مع الطبيب بتاعه عشان الامور ما تتفاقمش وتوصل لفقد الابصار لا قدر الله زي ما حضرتك ذكرت. بالزبط. دكتور مؤمن شكرا لحضرتك جدا. اعزائي المشاهدين في نهايه حلقتنا بنشكر ضيفنا وضيفكم دكتور مؤمن حمدي استاذ مساعد طب وجراحه العيون بكليه الطب جامعه عين شمس، وبنشكركم على حسن المتابعه والى اللقاء.